السؤال المطروح والرئيسي هو كيف لا نكتفي بالكلمات، كيف لا نكتفي بالتنديد والشجب، ما الذي يمكن أن نقدمه لإخواننا الفلسطينيين؟ لأن كل عبارات المساندة وكل البيانات وكل البلاغات هي طيبة وإيجابية ولكنها لا تكفي. يجب أن نوظف كل الزخم الذي حققته الثورات العربية من أجل أن نتقدم خطوة أخرى نحو مساندة ودعم القضية الفلسطينية. يجب أن يعلم العالم أنه رغم أوضاعنا الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية صعبة، فإننا لا نقايض مساعدة من أحد، حتى ولو كانت أقوى دول العالم، حتى ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترض على إدانة إسرائيل، لا نقايض ذلك بأن نعدل من موقفنا المساند والدعم للقضية الفلسطينية. نحن استقبلنا القائد إسماعيل هنية في تونس، رغم أن البعض كان يظن في ذلك ربما امرا غير وارد وغير ممكن بعد الثورات العربيه في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه وما تتطلبه من مساعده من دول عده، ولكن انا اقول مره اخرى القضيه الفلسطينيه كانت وستبقى في كل ظروف القضيه المحوريه لكل الشعوب العربيه والاسلاميه. المطلوب منا حاليا ان نثبت للفلسطينيين فعلا ان دمهم هو دمنا وان نضالهم هو نضالنا وان قضيتهم هي قضيتنا، ان كانت هناك فائده لان نكون معهم تحت القصف فسنكون معهم تحت القصف. وأنا شخصيا مستعد من الغد ومن بعد الغد أن أكون مع الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي، لأن حياتنا ليست أثمن من حياتهم. دماء الشهداء وعزائم الأمة والشعوب التي صارت على الطغاة وأثبتت أنها قادرة على صنع الانتصارات في محيطها الوطني، قادرة على أن تصنع انتصارا في القضية الرئيسية رغم كل الدموع ورغم كل الآلام وكل الأحزان، فإن هناك خيطا من الضوء يلوح أمام الأمة العربية، ولكن هذا الخيط منوط بالتضحيات ومشروط بأن تتوحد كلمتنا على الأقل حتى يتوحد فعلنا لاحقا. أخ سمير، سؤال أخير وبصراحة بكل شفافية. طبعا عندما نتحدث عن الربيع العربي ونتحدث عن أن هذه الحركات الإسلامية التي استطاعت أن تكون جزءا أساسيا من الثورة العربية وأن تتبوأ السلطة بشرعية وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر انقلابات، هي بلا شك تحتاج وقتا من أجل أن تطبق مشاريعها وتثبت للرأي العام ولجماهيره، أكان في تونس أو في مصر أو في أي مكان وفي أي بلد، تحتاج فسحة زمنية من أجل أن تطبق مشاريعها بوضوح استراتيجي. الآن هل إن هذه الحركات الإسلامية، وأنتم دعني أتحدث عنكم الآن، هل أنتم تحتاجون فسحة من الاستقرار تنسحب على المشهد العربي بشكل عام ولا تريدون أي ربما استثناء نشاز حتى وإن كان داخل المشهد الفلسطيني، لأن هذه مرحلة الاستقرار تتيح لكم أن تنجحوا ربما في معركة التنمية، معركة التغيير، معركة بناء مؤسسات جديدة، معركة الإثبات بأنكم قادرون كحركات إسلامية على أن يكون لها برامج تثبت بهذه البرامج داخليا وخارجيا؟ أم إنه حتى في هذا المشهد عندما تعتدي إسرائيل على جزء من الشعب الفلسطيني فإن هذا الأمر لن يضيع البوصلة وإن هذه الحركات الموجودة في السلطة تستطيع هي بذاتها أن تنخرط في هذه المعركة حتى وإن كانت بعيدة في تونس هناك أو في المغرب العربي وليس على التماس مثل لبنان أو سوريا والأردن ومصر؟ أخي غسان، قبح الخبز إن أكلناه ممزوجا بالذل، وكأس الماء الذي سنشربه لقاء سكوتنا على سيلان دم أشقائنا الفلسطينيين نسكبه في الأرض أشرف وأكرم لنا. يجب أن يعلم الجميع أن بعض الأسئلة التي تطرح وربما لا يجهر بها حول الضغوطات قد تمارس علينا في هذا الظرف الصعب، في هذا الظرف الذي نحتاج فيه لكل فلس من المساعدات، يجب أن يسمعوها عالية مدوية. لن نقبل أي شرط يكون على حساب مواقفنا القومية وعلى حساب دعمنا لإخوتنا الفلسطينيين. نحن لا نتعامل مع إخوتنا من منطقة الدعم، لأن هذه القضية قضيتنا.